هذه فرصة كنشكروا الغرفة ديال مدينة الدار البيضاء اللي دارت هذا اللقاء التواصلي، أيضا الأطر ديال الإدارة الضرائب كذلك وزارة المالية. كانت فرصة النقاش ديال القانون المالية، ولكن اللي كان جاو في بعض النقاط اللي هي بالنسبة لنا كنشوفوها مشحفة، مثلا المقاول الذاتي. حقيقة أن الحكومة ارتأت أنه هذه طريقة باش تحيد الناس اللي كيتهربوا من التزامات ديالهم الاجتماعية وكياخذوا يخرجوا الناس موظفين أو المستخدمين ويطلبوهم باش يرجعوا كمقاول ذاتي، وتم التضريب ديالهم 30%. هنايا هذا سؤال ديالنا للحكومة، علاش ما مشاتش مباشرة لهذاك اللي كيفرض عليهم أنه يخلصوا يبدلوا هذا لو ستاتيو ديالهم؟ إذا كنتمناو أنه الحكومة ما تبقاش تطبق على الجهة اللي هي ضعيفة وتمشي حتى الجهات اللي هي كتكون سبب المشكل، ويبقى الروح ديال المقاول الذاتي هو تحفيزات ضريبية باش الناس تنوض تمشي تخدم، علما بأن ذاك المقاول الذاتي هو مقاول كيتحمل جميع المصاريف ديالو. وفي المقابل هنا سؤالنا للحكومة مثلا، ملي كتطبق 30% ايوا فينا هو العائد الاجتماعي؟ مادام انه في المنطق ديالها وفي والمنطلق ديال هذا التضريب هو الهروب من 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 مثلا لا ريسبونسابيلتي سوسيال، يعني الالتزامات الاجتماعيه ديال المقاولات تجاه المستخدمين ديالهم. اذا في المقابل التضريب ها هو جاء اليوم 30%، ولكن واش غادي يكون عنده واحد البعد اجتماعي؟ واش غتوفر ليه من بعدها واحد لا روتريت ديالو او لا فقدان الشغل او لا او لا بزاف؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كنعاود نذكروا الحكومه بالتزامات ديالها في القانون الاطار 69/19 اللي خاصو ينزل بالتوصيات ديال المناظره، اللي اليوم كنشوف واحد العدد ديال المقاولات متعطره شبعانه ديون بواحد الرسوم اللي ماشي هي على الارباح، مثلا الرسم على استغلال على الرسم المهني اللي اتقل الكاهل ديال المهنيين، خاصه في القطاعات مثلا اللي كنتكلم عليها قطاعات المطعم اللي كتعتبر من الصنف واحد، واللي هي التضريب ديالها 30% على القيمه الكرائيه ماشي على البيع والشراء وعلى الرواج ديالها. ايضا نشوفوا النموذج التنموي اللي تكلم على التوحيد ديال الضرائب، اليوم كنقولوا من بعد هاد سنتين تقريبا باش خرجت التوصيات ديالو، فين وصل هذيك التوصيات ديال النموذج التنموي خاصه تنزل الارض الواقع؟